كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي. يا برد أينك من دمي، أنا شعلة لا تنطفي. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي. يا برد أينك من دمي، أنا شعلة لا تنطفي. الكل من حولي هتف، برد رهيب وارتجف، وأنا عن الكل أختلف. في داخلي دفء خفي، في داخلي دفء خفي. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي، فهي استعارت معطفي. قالت أعطرك أجنبي، بالله لا تستغربي، وعطر قلبي الطيب قالت بكل تلطفي، تبدو الحنون العاطفي. فالحب أصبح معلنا، وسألت روحي هل أنا محبوبها أم معطفي. فتغامزوا من حولنا، فالحب أصبح معلنا، وسألت روحي هل أنا محبوبها أم معطفي. أين الدليل لأحتفي؟ وهنا أتتنا الحافلة، فتنهدت هي قائلة، شكرا وخذه قبله، قد كان يوما معطفي. والكل صفق يشتفي لما أعادت معطفي، ومضت بغير توقفي. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي. يا برد أينك من دمي،
أنا شعلة لا تنطفي. لما استعارت معطفي فورا تغيرت.